يا هلا فيكم في ترند. وصل فيديو تجربة الفيلم الغنائي أنا مشهور التوب ترند اليوم في اليوتيوب لصانع المحتوى البحريني الشاب عمر فاروق والمخرج الكويتي يوسف الجناعي. والفيديو عبارة عن فيلم غنائي قصير لشاب يصبح مشهور بين يوم وليلة ثم يتهور بشهرته. وهالفيلم لأي شخص يظن أن الشهرة هي كل شيء، بالعكس الأخلاق والقيم والذوق تأتي دائما قبل الشهرة. احنا نحبك بنصير نفسك. قالوا يحبوني كلهم يتابعوني، لقيت جمهوري هما يشهروني. الحقني تداولت المواقع هاليومين خبر يزعم أن شركة أبل تتجسس على المستخدمين عن طريق المساعد الصوتي سيري، والناس كانت تتساءل هل إذا كانت فعلاً تتجسس أو مجرد إشاعات. بس أبل تقول أنها ملتزمة بتقديم تجربة رائعة لاستخدام سيري مع حماية خصوصية المستخدم، وتشير سياسة الخصوصية للمساعدة على التعرف على نطقك وتقييم استجابات أفضل. يتم إرسال معلومات معينة إلى خوادم أبل باستخدام بروتوكولات مشفرة، ولا يوجد مكان يذكر فيه أن موظفين من البشر يستمعون للبيانات. تداولت الحسابات الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف خبر كشف ناسا لكوكب شبيه بالأرض على بعد 31 سنة ضوئية من كوكب الأرض يدعم وجود الحياة، وقد يكون عليه بعض أشكال الحياة بالفعل. وعلقت أغلب الصحف قائلة ما كان يوماً يعتبر محض خيال علمي مثل فيلم أفاتار يكاد يكون الآن أمراً واقع. تفاجأ إركاب طائرة أمريكية تابعة لشركة سبيريت إيرلاينز بخفاش يطير داخل الطيارة، وتسبب بحالة من الهلع والضحك في نفس الوقت عند ركاب الطيارة. وقام أحد الركاب بتصوير فيديو للخفاش، ولاقى الفيديو تفاعل كبير على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ومن المتوقع أن الخفاش دخل الطيارة خلال أعمال الصيانة، لكن في نهاية الرحلة تم إخراجه من قبل ضباط مراقبة الحيوانات. خلنا نتابع. Oh my God. It's the Batmobile. Hey Batman. Don't call it. Oh my God. Oh my God. It's the Batplane. It's the Batmobile. Hey Batman. Don't call it. وبكذي وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. ألقاكم باكر ومع السلامة.